واداء مميز جدا رغم الاداء النهارده ان في يعني نتيجه تعادل، لكن عايز اتكلم على الحالات اللي جات لهم يا كابتن طارق. والله بقول الحمد لله، يعني احنا في النهايه بنشتغل وبنعمل شغلنا بشكل كويس وبنجتهد في شغلنا وبنخلص في عملنا، وفي النهايه التوفيق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. فالحمد لله علي الماتش اللي فات ادى بشكل كويس، يعني كبدايه لعلي بدايه انا شايفها متميزه. يعني النهارده الشناوي بيرجع تاني بعد اخر مباراه اللي كانت مباراه تقريبا انبي اللي حسمنا بها الدوري. علي خد ماتشين، الماتش بتاع الفجيره اللي كان في الامارات، وبعدين لعب الماتش الاخير بتاع طنطا. النهارده الشناوي بيرجع تاني بيأدي بشكل كويس ما شاء الله. حاجات كتير بدا الشناوي بيتعامل معاها بشكل كويس قوي، الحاجات العرضيه كلها بياخدها، تعامله ورا خط الظهر برده بشكل مميز جدا. فبشكل عام الحمد لله هو بيدي منافسه بينهم الثلاثه، وفي النهايه طبعا الاداء المتميز اللي بيظهر ده طبعا اكيد من خلال طبعا مجهود بيبذل يعني في التمرين، وده في النهايه بيبقى المنافسه لصالح الفرقه يعني. وربنا يكرم يعني، اتمنى لهم التوفيق، وان شاء الله باذن الله يبقى اللي هيلعب في النادي ويبقى بادي بشكل كويس الفتره الاخيره دي يبقى موجود في منتخب مصر ويبقى يمثل منتخب مصر ان شاء الله في كاس العالم ان شاء الله. شوف مباراه الكاس، مباراه الداخليه بتشوفها ازاي والاستعداد ازاي؟ وكمان يمكن عايز اشيد بالعلاقه الرائعه بين الثلاث حراس والكابتن طارق، ده مساعد بشكل كبير جدا يا كابتن طارق، العلاقه الطيبه جدا لما بتبقى مدرب حراس المرمى واللاعبين بيبقى الاداء مميز جدا في الملعب. وطبعا في النهايه طبعا هو في عمل، يعني بيحكمنا دايما العمل اللي احنا بناديه والشغل اللي احنا بناديه، فالحته في احترام بيننا طبعا وفي اكيد في حب، بس في النهايه طبعا زي ما بقول لك العمل هو اللي بيحكمنا. الاحترام والحب ده جانب مهم جدا جدا، وزي ما حضرتك قلت كده بينجح العمل، وحتى واحنا بنشتغل بشكل كويس. الحراس ما شاء الله العلاقه بينهم ممتازه، انا معاهم اخ اكبر ليهم اتعامل معاهم بشكل كويس قوي، حتى الناس اللي مشيت يعني ان كان مشي ابو السعود ومشي احمد عادل لسه ومشي مسعد، العلاقه يعني بينا متواصله الحمد لله. وزي ما بقول لك بنفرق بين من العلاقه وبنفرق بين العمل، العمل طبعا ده في النهايه بيبقى في وجهات نظر من خلال التمرين ومن خلال الماتشات اللي بتلعب، وربنا بيوفق اللي بيلعب يعني. فاتمنى لهم كلهم التوفيق ان شاء الله. اخيرا مباراه الداخليه، شايف النادي الاهلي واستعدادها ازاي وحراسه المرمى تستعد ازاي للمباراه؟ ما فيش شك طبعا دي مباراه كاس، يعني ما تبقاش اسم على اثنين، فمهم جدا ان احنا ان شاء الله نركز فيها ونأديها بشكل كويس. وفي الداخليه فرقه كويسه قوي او بتلعب كوره وعندها لعيبه كويسه صغيره في السن، فاكيد هيبقى لها شغل مختلف طبعا من خلال طبعا الكابتن حسام والجهاز اللي معاهم كله. فان شاء الله من بعد احنا عندنا اجازه ان شاء الله بكره وهنبدا الثلاث، من يوم الثلاث ان شاء الله هنستعد للمباراه بشكل كويس ان شاء الله باذن الله. شكرا يا كريم.